إلى دانا أبو شمسية من القدس المحتلة. دانا، الصحافة الإسرائيلية كانت تنقل عن مسؤولين عسكريين صباح هذا اليوم قولهم إن تحقيق النصر كما تريده إسرائيل من خلال القضاء على القدرات العسكرية للفصائل الفلسطينية لن يكون متاحا حتى وإن تحققت بالفعل العملية العسكرية البرية في رفح، وحتى إن سيطرت على المدينة بأكملها. إذا كان الأمر كذلك عسكريا، فكيف ينظر إلى تداعيات هذا العمل العسكري البري الذي تلوح به إسرائيل في مدينة رفح أقصى جنوب القطاع؟ ما يتم على أرض الواقع من تخطيطات وتوغل بري وعسكري واستهدافات متواصلة من قبل الجيش الإسرائيلي تدلل على إخفاق استراتيجي أمني عسكري من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن قبل المنظومة السياسية الإسرائيلية. إذا ما فصلنا الحديث عن الأهداف السياسية، نتنياهو كان يتغنى بأن النصر حاسم وبأنه فقط بعيد عن تحقيق صورة النصر حتى وإن كانت مزيفة فقط عدة أسابيع. كان يتغنى بأنه سيكون هنالك القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس، وبرر بدخوله إلى رفح تحديدا بأنه فقط تبقى له 4 ألوية سيعمل على إزالتهم من رفح. دخل رفح ومن ثم عادت صفارات الإنذار تدوي في مناطق مختلفة، في مستوطنات الغلاف، في الزديروت، في بئر السبع، وكأنه المشهد يعيدنا إلى المربع الأول، إلى 7 أكتوبر، إلى بداية هذا العام عندما كانت تدوي صفارات الإنذار في الحدود الجنوبية، في الحدود الشمالية، وأقصد بذلك استهدافات متواصلة من قبل حزب الله، خاصة أن التصعيد عند الحدود الشمالية مرتبط بالتصعيد مع قطاع غزة. إذن الهدف الأول وضع عليه إكس كما يقولون هنا في الصحافة الإسرائيلية، أي أن هنالك إعادة تنظيم لقدرات حركات حماس وحركات الفصائل المقاومة الفلسطينية العسكرية كما قالت بعض الصحف، وعلى رأسها هآرتس ومعاريف الإسرائيلية، ونقلا أيضا عن بيانات جيش الاحتلال. إذاعة جيش الاحتلال الرسمية أيضا تحدثت عن هذه النقطة تحديدا وقالت أنه بناء على المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية أكدت أن حماس عادت بقوة للعمل وبأنها أعادت تنظيم قدراتها العسكرية، وبأن بعض المعلومات أكدت لها بأن إطلاق الصواريخ كان يتم تارة من رفح وتارة من وسط القطاع وتارة من شمال القطاع، أي أن حركة حماس لم يقضى على قدراتها العسكرية كما قال نتنياهو وكما زعم وكما يتفاخر في هذا الإنجاز العسكري. وقال أننا بقي لدينا 4 ألوية للانتقال إلى الهدف الثاني بأن لا يشكل قطاع غزة خطر وخشية أمنية على حياة المستوطنين الذين تم إجلائهم أصلا من مستوطنات غلاف غزة. اليوم المستوطنون الذين تم إجلائهم بعد 8 أكتوبر لا يريدون العودة إلى مستوطنات الغلاف، وقالوا أنه ما دام هنالك صفارات إنذار تدوي وتصل في صداها هذه الصواريخ إلى المناطق القريبة منا، هذا يعني فشل عسكري وفشل أمني جديد إسرائيليا، أي أن الهدف الثاني أيضا لنتنياهو لم يحقق. الهدف الثالث يتحدث عن الإفراج عن المحتجزين. كل الضغوطات العسكرية لم تؤدي إلى أي انفراجات كما قال وزعم وبرر وراهن حتى بنيامين نتنياهو، بل أن في كل يوم تخرج هنالك مقاطع فيديو مصورة من قبل كتائب القسام يؤكدون مقتل أو إصابة أو تردي الوضع الصحي والنفسي للمحتجزين وارتفاع أعداد القتلى في كل يوم واحد أو الحديث عن أكثر، نتحدث في المجمل تقريبا عن 72 من المحتجزين الذين تم قتلهم بنيران صديقة بسبب الغارات الجوية الكثيفة والقصف المدفعي والتوغل البري وما إلى ذلك. الآن وأنا أتحدث معك صفارات الإنذار تدوي في بئر السبع، وهذا تطور لافت أيضا، وكان قبلها في قليل في تغطية الساعة 3 كنا نتحدث عن صفارات إنذار دوت في القرب من معبر كرم أبو سالم كرم شالوم، وإذاعة جيش الاحتلال نقلا عن بيان جيش الاحتلال قالت بأنه تم إطلاق 4 صواريخ ما بين قذائف هاون، ومن بين صواريخ تم اعتراض صاروخ واحد بينما سقط 3 في مناطق مفتوحة، أي أن هنالك أيضا إخفاق في تعرض وفي اعتراض القبة الحديدية لمثل هكذا إسقاطات صاروخية. اللافت في هذه النقطة دانا أنه حتى الرشقات الصاروخية التي تستهدف بئر السبع تأتي في أحيان كثيرة، وربما حتى بالأمس كنا قد تبعناها من هنا، تنطلق من مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة وتقطع مسافة تبدو كبيرة للغاية، ما يعني أن المدايات حتى الصاروخية التي يمكن أن تصل إليها صواريخ الفصائل الفلسطينية على حال ربما وتكون بذات الكفاءة التي كانت عندها في الأيام والأسابيع الأولى لهذا العدوان.
تعلم أحمد، كان هنالك زعم إسرائيلي بأن هنالك إخفاق في القدرات العسكرية وتردي في قدرات حماس وفصائل المقاومة عسكريا كنت أقصد، وذلك الحديث بأن نسبة الصواريخ التي أصبحت تطلق من القطاع مقارنة في الأشهر السابقة، استخدام نوعية الصواريخ بأنها قصيرة المدى. ولكن كما ذكرت بعض المعلومات حتى الاستخباراتية الإسرائيلية، ونقلا عن الناطق باسم جيش الاحتلال وغيره من الذين صرحوا بخصوص هذا الصدد، كانوا قد تحدثوا أن هنالك صواريخ تقطع مسافة طويلة. هذا يعني لربما من جديد أن تكون القدس وتل أبيب في مضمار هذه الصواريخ بعد إعادة بناء وتشكيل القدرات العسكرية كما يزعم الاحتلال الإسرائيلي لحركة حماس. لذلك بيان جيش الاحتلال اليوم كان بأنه سيوسع عملياته العسكرية ليس فقط في الجهة الشرقية الجنوبية لرفح، بل أنه سيستمر في حي الزيتون، هذه المرة الثالثة الذي ينفذ فيها عمليات وتوغلات برية منذ بدء الحرب البرية، كذلك الحال في جباليا. وكان بيان جيش الاحتلال تحدث أنه من رفح وحدها تم إجلاء 300 ألف نازح أو ساكن في المنطقة هناك إلى المنطقة التي يسميها الأكثر أمانا أو المنطقة الآمنة المواصي، الذي تم توسيعها على حد أيضا بيان الاحتلال. تم نشر المناشير وإلقاء المناشير، تم إرسال الرسائل الصوتية والمكتوبة والمكالمات الهاتفية باللغة العربية، وكأن إسرائيل تود القول لأمريكا وللإدارة الأمريكية ها نحن نلتزم في القانون الدولي، نحمي المدنيين وننفذ بعدها غاراتنا كما تمليها عليهم الإدارة الأمريكية. ولكن البعض يقول بأن في توسيع نطاق الحرب العسكرية وتحديدا في رفح تحدي للإدارة الأمريكية، وخاصة بأن أقوى تصريحات منذ 7 أكتوبر تمثلت في تصريحات بايدن الأخيرة الذي قال بأن توسيع العمليات في رفح على الشكل الآتي يعني عدم إمداد إسرائيل في القدرات العسكرية، وإن ثم ذهبوا إلى اتهام إسرائيل باستخدام الأسلحة الممولة من أمريكا في طريقة غير قانونية، وبيان وزارة الخارجية الأمريكية اليوم كان لافتا وما إلى ذلك. إذن نتنياهو يعيد إسرائيل إلى 7 أكتوبر. الآن أيضا بيان عاجل من عائلات المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية يقولون بأن تحرير أبنائنا يتم عن طريق إزاحة نتنياهو، هذا بيان رسمي. كانت هذه مطالب بشعارات بلوحات خطط بأيديهم، اليوم أصدروا بيانا رسميا أن ما يريدون العمل عليه قبل تحرير كما يستخدمون هذه الكلمة، قبل الإفراج عن المحتجزين، أن يتم إسقاط بنيامين نتنياهو. ولربما اليوم السبت أحمد هنالك التظاهرات، وهي التظاهرات الأكثر زخما وعددا وجغرافية في إسرائيل في يوم السبت. هذا القرار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن يكون هنالك توسيع في العمليات في رفح وعودة القتال في حي الزيتون ووسط القطاع وفي جباليا شمالا له تداعيات، لأن 52% من الإسرائيليين قالوا أننا لا نريد توسيع عملية برية في رفح، فقط في رفح، فكيف وإن كان القرار بتوسيع العمليات في كل القطاع؟ حتى أن صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلا عن أمهات جنود تم إعادة طلبهم إلى القتال قالوا بأن هنالك تخبط سياسي وبأن أبناءنا ينادون للعمل والقتال لأهداف سياسية وليس لأهداف الدولة أو أمن الدولة أو حتى لأهداف عسكرية. يبدو أن الشرخ يزداد ويتسع ليس فقط بين كابينيت الحرب الذي يحمل وجهتي نظر، آخر يطالب في ضرورة توسيع العمليات، والجانب الآخر يقول بأنه يجب المضي قدما في صفقة التبادل وهذا ما يجعل المفاوضات عالقة، وهنالك ضغط من عوائل المحتجزين يمارس في الشوارع في التظاهرات، وضغط من الجنود جنود الاحتياط الذين في طبيعة الحال سيكون هنالك رفض في صفوفهم للعودة إلى مطالبتهم في القتال، وخاصة بسبب الوضع الاقتصادي وبسبب سوء الأحوال الذي عانوا منها طوال هذه الفترة، ناهيك عن أعداد القتلى والجرحى الذي ما زال يعلن عنهم. وقبل قليل كتائب القسم كانت قد نشرت فيديو من حي الزيتون للمعارك الضارية هناك، ومروحيات الاحتلال تنقل المصابين وتنقل القتلى والجرحى إلى المستشفيات الإسرائيلية. دانا أبو شمسية مراسلتنا من مدينة القدس المحتلة، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا على الهواء مباشرة.